إذا كان النحل هو الملقح الطبيعي للنباتات، فإن النحالين العرب اختاروا أن يكونوا الملقح الأول للسوق العربية المشتركة، فاجتمعوا برؤية واضحة. لو اعتبرنا أن الوطن العربي وحدة واحدة، فليس من المعقول نعمل فواصل بين الوحدة الواحدة في نقل البضائع. ونوايا صادقة، إن احنا فعلا عايزين سوق مشترك دون خلاف على الهدف، لنقل الكفاءة النحلية إلى كافة أقطار الوطن العربي. فكان لابد من المصارحة. التعامل مع أوروبا سهل شوية عن التعامل مع العرب دلوقتي حاليا، يعني مشاكل كثير جدا وأهمها مشاكل التصدير. وهنا كانت البداية ببناء الوعي، تنمية الوعي التصديري، وده أساس مهم جدا لكل مصدر عايز يصدر لبره، والبحث عن الأفكار نحو الاندماج العربي. موظفة قياسية عربية موحدة، المفروض يبقى فيه هيئة حاكمة عربية، الهيئة الحاكمة دي يكون معتمد شهادتها في جميع البلدان العربية. لازم يكون في حاجة هناك تأمين على خلايا النحل، احنا عايزين جماعات تنتشر. بناء عليه كانت الرسالة حاسمة، ان لازم الأسواق تفتح. المؤتمر الدولي الثالث لاتحاد النحالين العرب. سوق عربية مشتركة لمنتجات نحل العسل، من هنا كانت البداية. تفضل. بصفتي كما مربي نحل ليبي ومشارك في اتحاد النحالين العرب، من خلال ما شاهدناه من المعرض اللي موجود، وشاهدنا منتجات مصرية ذات جودة عالية ومهمة يجب تعامل في التصدير ما بين الأقطار التي تنقص هذه التقنية، فممكن نقترح بأن يكون في تبادل تجاري ما بين الجمعيات المهتمة بتربية النحل ما بين البلدين. فمثلا وجدنا في المعرض هنا منتجات مصرية ذات جودة عالية في المعدات والتقنية، لدينا في الجناح الليبي وجدناه لتحت انتاج للعسالة الليبية ذات الجودة العالية. كذلك نقترح من خلال الاتحاد ان تنشأ او تفتح دورات تدريبية لنقل الكفاءة النحلية الى كافة اقطار الوطن العربي. ثالثا يجب دعم الجمعيات من خلال هذا الاتحاد بكونها متخصصة في مجال تربية النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة الأخ العزيز هو رئيس جمعية سيرت بليبيا، وهو عرض اقتراح جميل جدا انه احنا نعمل تآخي بين الجمعيتين، جمعية مربي النحل الغربية وجمعية سيرت. طبعا النموذج ده مصغر لوحدة، عملية الوحدة، وإحنا نعلم تماما أن شعار سوق عربية مشتركة معناه أربع حاجات، وبرضك وحدة معناها الأربع حاجات دول، أن إحنا يبقى في سهولة في نقل الأفراد، وسهولة في نقل السلع، وأيضا يبقى في سهولة في نقل الخدمات ورؤوس الأموال. الأربع حاجات دول إحنا هنقول هنعمل النموذج المصغر ده اللي هو التآخي بين جمعية في مصر وجمعية في ليبيا، ونحاول نزلل الأربع عقبات دول. أنا بعتبرهم عقبات بصرف النظر هل هي العقبات دي فنية أم هي عقبات سياسية أم هي عقبات تجارية، هي في النهاية عقبات، لأن لو اعتبرنا أن الوطن العربي وحدة واحدة، فليس من المعقول أن يكون جزء يعني نعمل فواصل بين الوحدة الواحدة في نقل البضائع. يعني أنا مش معقول النهاردة نيجي نقول ممنوع نقل بضاعة من أسيوط للقاهرة، أو نقل بضاعة من المنيا لبنها. فإذا كنا اعتبرنا الوطن العربي كله وحدة واحدة وكيان واحد، فيجب أن يتم تسهيل نقل جميع السلع والبضائع
دون النظر عن أي عوائق، ويجب إذا كانت في عوائق فنية يجب أن تزلل من خلال مراكز البحوث الموجودة في البلد ومن خلال تطوير المعامل الموجودة في البلاد وليس بخلاف ذلك. فإذا كنا وإذا كان في قصور في النواحي الفنية يجب أن تكمل، وإذا كان في قرار سياسي يعوق يجب أن يزول. فإحنا هنعمل الفكرة دي ونحاول نعملها كتجربة بين جمعية مربي النحل بالغربية وجمعية سيرت بليبيا، ونحاول في خلال فترة زمنية أن نزلل هذه العقبات الأربع، وإذا نجحنا فيها يبقى إحنا فعلا عملنا وحدة اقتصادية وسوق عربية مشتركة ووحدة بين الجمعيتين، وهذا ما تتمناه القيادة السياسية في كل من البلدين. في النهاية وفي الأول وفي الآخر إن لازم الأسواق تفتح، لازم نعظم دور الجهات الفنية وتحصل على مزيد من الأجهزة ومزيد من الدورات بحيث إنها ممكن تبقى عندها الثقة الكافية بنفسها إنها تستقبل من الخارج دون المنع الوقائي. شكرا. الكلام دلوقتي ان انا لما اجي اصدر لواحد حاجة فهو برضو لازم يعمل تبادل تجاري معايا، إن يعني انا اديك وباخدش منك، ما ينفعش، واخبر حضرتك معايا. فدي النقطة اللي احنا عايزين نحلها النهاردة، ان احنا فعلا عايزين سوق مشترك. يعني انا ممكن ادي حاجة واخد منتج اخر، انت واخد بالك معايا مثلا. يعني المهم بقدر الامكان ان الى ان تزلل هذه العقبة ربنا يسهل. ففي حد عنده، علشان بس ننهي الجلسة. من سنتين اتنين حصل عندنا كارثة بالنسبة للنحل في الساحل السوري. نسبة الامطار كانت عالية جدا، والسيول كانت كتيرة، وارتفاع منسوب المية وخاصة في الاحواض المائية على السدود كانت عالية، فاضطرت الدولة تفتح المية وادت جرف الى الاف الخلايا النحل. فأنا بناشد من هنا، مش بس عشان خاطر أنا أقول كسوري أو حاجة، بقول كل الدول العربية لازم يكون في حاجة هناك تأمين على خلايا النحل. وزي ما هتكلموا زمايلنا من شوية إنه في أمراض، في إعدام، في فقد حصل ضرر ما، فيعني شكرا دكتور خليل على فكرة، اقتراح جيد، اقتراح جيد، وشكرا دكتور خليل. معاك المهندس إبراهيم. هو يعني اقتراح فعلا جميل جدا يا دكتور، ويعني نتمنى ان انا يتبنوه في مصر. وفي نقطة ان التعامل مع اوروبا سهل شوية عن التعامل مع العرب دلوقتي حاليا. يعني ليه بقى؟ لان في حاجة اسمها هيئات حاكمة، والهيئات الحاكمة دي هي عبارة عن شركات دولية متخصصة بتقوم بعمل الفحوص اللازمة واعطاء شهادات موثقة ومعتمدة في من بلد التصدير الى بلد الاستيراد. وهذه الهيئات الحاكمه هي موضوع كبير قوي، هي عباره عن هيئات دوليه ومعتمده في كثير من الدول العالم، ولذلك الشهاده بتاعتها مثلا اللي بتطلع في مصر تعتمد في انجلترا وبتعتمد في امريكا احنا عندنا يعني الى الان ما فيش هيئه حاكمه عربيه، يعني ما فيش هيئات حاكمه عربيه. يعني المفروض يبقى فيه هيئه حاكمه عربيه مشابهة مثلا للجي ال سي او الكوما بصل المشهورين على مستوى العالم، والهيئة الحاكمة دي يكون معتمد شهادتها في جميع البلدان العربية. ده اللي نتمناه ويكون، بس ده هو فعلا قرار كبير مفروض ان وزراء التجارة العرب ياخدوه ان شاء الله. انا بقترح ان يكون في مواصفة قياسية عربية موحدة للعسل او للانتاج بتاعنا، بحيث ان ما يحصلش مشكله بين بلد واخرى، يبقى هي نفس المواصفه واحنا كلنا بنعمل ان احنا كلنا نوحدها، وبالتالي بنزيل الحواجز بيننا وبين بعض. شكرا. شكرا يا دكتور. على فكره هو تقريبا نفس المواصفات، يعني تقريبا قريبه من بعضها جدا. يعني احنا عايزين نقول عليها هي كل المواصفات بتاعتنا ماخوذه عن وكاله الكودكس، بخبر حضرتك معاه. هو بس فيه اختلافات صغيره شويه، ودي بيمكن التجاوز عنها. يعني مثلا زي مثلا مستوى الهيدروكسي ميثايل فيرفوريل في دول الخليج يقول لك انا 80، هو فعلا 80 ماشي عشان درجه الحراره عاليه، انما احنا عندنا متمسكين ب 40. فالمشكله ان انا مثلا دلوقتي عندي عسل
وهذا العسل مستوى الهيدروكسي ميثايل فرفوريل فيه أكثر من 40 وأقل من 80 ويقبله دول مجلس التعاون الخليجي لأن دي مواصفتهم. أجي أنا لوزارة التجارة بتاعتي تمنعني من أن أنا أصدره لأنه مش مطابق للمواصفات المصرية. يقول لك المصري عايز 40 42 لا، إذا كان هو هناك بيقبله 40 ب80 هي دي النقطة بقى. بس هنتعرف باسم حضرتك الأول الأستاذة ألفت فيكتور. أيوة نقطة التجارة الدولية. أيوة تفضل. إحدى المحاور الرئيسية للمؤتمر التسويق وتصدير العسل، كل دولة عايزة تصدر العسل بتاعها. فأنا كان ليا مقترح إن تنمية الوعي التصديري، وده أساس مهم جدا لكل مصدر عايز يصدر لبره. هو التصدير ما بقاش يعني سلعة جيدة، وإنما بقى في متغيرات وفي متطلبات وفي تكتلات اقتصادية، كل ده بيحتاج وعي مننا. ونقطة التجارة الدولية ممكن مع أي جهة معنية بالتصدير أو التسويق تعقد لقاءات مع ممثليها أو مع المعنيين بالموضوع ده، وتشرح لهم يعني السوق الأوروبية ليها متطلبات، أمريكا ليها متطلبات، لازم نعرف متطلباتها إيه عشان نقدر ندخل الأسواق دي. في بلاد كتيرة قدرت تدخل أسواق وهي منتجاتها أقل مننا كتير، والسعر ممكن يكون زي سعرنا أو أكتر، إنما هم عرفوا الأسواق دي عايزة إيه، وده اللي احنا محتاجينه كمصدرين ومنتجين. وشكرا. على فكرة شكرا يا أستاذ ولفت. ويكفي إن أنا أقول لحضرتك إن أمريكا طلبة لوحدها 100,000 طن عسل من مصر، احنا ما عندناش 7.5 عشان تعرفوا ماشي. لكن عارفة مشكلتنا إيه اللي أنا عرضتها دلوقتي؟ أنا بلدي بتمنعني من أن أصدر العسل لهم اللي هم عايزينه. شفت الكلمة بقى؟ ودي هكتبها لسلامة بيه في ورقة علشان خاطر ما نوقفش. هي البلد دي عايزة المواصفات دي، أنا هنا أقول لك لا ما تصدرهاش لأن المواصفة بتاعتي كذا. أنا مواصفتي شديدة جدا على فكرة، المواصفة في مصر شديدة ما تغيرت، وشديدة برضو وشديدة برضو، خد بالك معايا أنا عارف ماشي. فهم العسل اللي احنا بتاعنا ده اللي احنا متصورين انه يعني ايه وقاعدين نتكلم فيه ونهاجم فيه مطلوب جدا في دول اوروبا وفي الولايات المتحدة الامريكية. بيسعدنا ان يتحدث الينا المهندس سلامة حسن عفيفي وكيل وزارة التجارة الخارجية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الاساتذة الافاضل في المنصة الرئيسية، السادة الحضور، انا اليوم بحضر هذا المؤتمر، المؤتمر الدولي الثالث للنحالين العرب، وبأمثل معالي وزير التجارة الخارجية. فأنا إن شاء الله هألقي الكلمة بتاع معالي الوزير، وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذا المؤتمر الدولي الذي يقام في مدينة طنطا قلب الدلتا وعاصمة عسل النحل بجمهورية مصر العربية. وإذا كنا نتحدث اليوم عن دور الجمعيات الأهلية في إزالة المعوقات أمام سوق عربية مشتركة كشريك أساسي في عمليات التنمية جنبا إلى جنب مع الوزارات والهيئات الحكومية، لذا فإننا نرى أنه في عصر التكتلات الاقتصادية أصبح هناك دور كبير لمؤسسات العمل المدني والمنظمات الغير حكومية في تكوين اتحادات فيما بينها لتوحيد الأسواق العربية والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة وقوة. وكلنا أمل أن يكون الاتحاد النحالين العرب دور أساسي في تفعيل السوق العربية المشتركة. وبالمناسبة أنا برحب بالسادة ممثلي الدول العربية، وأنا علمت أن هم 12 دولة عربية، فأهلا وسهلا بيكم في مدينة طنطا ومصر المباركة تحت شعار سوق عربية مشتركة لمنتجات نحل العسل. وأنا أحب أنقل الإخوة في وزارة التجارة نحو آفاق أرحب في تفكيرنا في هذا الاتجاه. ومن الأمس لحد اليوم لاحظنا المشاكل المختلفة المرتبطة بجميع المنتجي العسل ومربيي النحل في الدول المختلفة، مشاكل كثيرة جدا وأهمها مشاكل التصدير. وعليه عشان نحل مشاكلهم وعشان نساعد كمان الاتحاد في 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 أعمال كثيرة، أنا لدي اقتراح محدد، هو أن نفكر في وزارات التجارة الخارجية في الدول العربية جميعا،
وفي اجتماع وزراء هؤلاء الوزراء نطرح موضوع السوق العربية المشتركة أو الشركة العربية ولا whatever it is، لأنه حس حاليا مثلا السوق العربية السوق الأوروبية المشتركة تتعامل في تجارتها على أساس كل الدول المنضوية تحت لواء السوق الأوروبية المشتركة ويشتروا مع بعض. السوق العربية المشتركة طبعا حضراتكم تعلموا جيدا مساعي وزارة التجارة الخارجية في أن هو بيحل الصعاب وأي مشاكل بتقف قدام المصدرين بيسعى أن هو يحلها. سوق عربية مشتركة، ودي مش هتم إلا إذا كان كلنا متفاهمين العملية ونحاول أن احنا نتعاون. احنا حاليا في نقطة تجارة بنحاول نعمل بنماهد للسوق العربية الإلكترونية المشتركة، إن كانت السوق اللي هي التقليدية يعني في مشاكل فيها، احنا بنحاول نهيئ المناخ ان احنا نخلق السوق العربية الإلكترونية المشتركة. يمكن بننهي بإذن الله هذا اللقاء، ولا يسعنا اللي احنا الا ان احنا نشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.